الأعمال الخليجي على الجامعات العربية، ثم صنع بإعاز غربي معارضة سورية على شاكلة الجامعة التي سيطر عليها. وها هو الغرب اليوم يقرع وليد النفط المسخ مستسلما لعجزه حيال جشعهم وتطرفهم. ما قيمة أن تصطف مجموعة من الأصفار إلى جانب بعضها البعض؟ في الحقيقة لا شيء، كما عبر رئيس الوزراء البريطاني وزير المستعمرات السابق وينستون تشرشل عند سؤاله عن وليده الجديد جامعة الدول العربية. غير أن مجموع الأصفار عديمة القيمة قد يأخذ هذا الشكل، أو هذا الشكل. 28/12/2012 حقل القهار النفطي، أو هذا وأشكالا أخرى من التشوهات الفكرية والأخلاقية عندما يقف النفط على رأسها وينطق حمد بن جاسم باسمها مسلحا بآلته الدعائية وغلامه مطواع نبيل العربي الصفر المصطف إلى جانب الأصفار سابقة الذكر. وعلى هذا يستند سفراء الدول الغربية في توصيفهم لوليدهم المسخ الذي أنشئ في الدوحة ليحل محل الدولة السورية. فهذا السفير الفرنسي المنهزم من دمشق إريك شوفاليه يتجرع خيبته ثم يقرع المجتمعين في اسطنبول بعد أن أعيته الحيلة لجمع شتاتهم والتقليل من غلواء تطرفهم وجشعهم للمال. There was an agreement between 22, for 22, between the leaders. You end up with 8. There is a problem. And I'm not taking side. I tell you there is a problem when the leaders agree on 22 and we end up with 8. It's the only thing I say. And you know that. So what can we do? What can you do? وهذا سفير منهزم آخر روبرت فورد يصف ائتلاف الدوحة المعارض بأنه حيض، على ما نقل عنه منذر خدام رئيس أحد مكاتب المعارضة الخارجية بعد أن استسلم لعجزه ولرؤية رئيس الوزراء البريطاني وزير المستعمرات السابق. وهذا أحد أولئك العملاء ينقل ما دار ذات اجتماع مع السفير الأمريكي بفيه مليء وصوت يشي باسم صاحبه. قال لهم ما في تدخل عسكري، ما في دعم عسكري، ما في، واللي بيحكي يأكل والباقي معروفة. هذا ما جرى. أريد فقط أن أتوقف لأقول لك